لكابتن عصام عبد الفتاح المشرف على الحكام. طب لغايه لما ننجح في التواصل ليه؟ طيب يعني طبعا دي علامه استفهام زي ما قلت لحضراتكم كبيره جدا، مش بس الرقم يعني مش بس عدد الاصابات اللي تم الاعلان عنها حتى بعد المسحه الثانيه، اعتقد او اتذكر ان هم 14 حاله وده رقم كبير جدا. لابد ان احنا نسال نفسنا يعني احنا قائمين على اداره امور المنتخبات الوطنيه ومنها منتخب شباب طالع يلعب في بطوله مهمه جدا مؤهله لكاس افريقيا ومن بعدها كاس العالم، يعني الحدث جلل، الحدث كبير جدا، في حاله استهتار بالتاكيد. مش عايز اقول يعني مش عايز اتهم اوجه الاتهامات لحد بشكل مباشر، لكن في تقصير شديد جدا وفي مغامره كبيره جدا بمستقبل الشباب دول. نتمنى ان شاء الله ان احنا نجتاز المحنه دي، واعتقد ان في كتير كتير جدا من الدروس المستفاده. هو منتخب الحقيقه يمكن يعني مش ده تلخيص لمشوار كامل من المعاناه، يعني المنتخب ده طول عمره طول مشواره الحقيقه وهو بيعاني بشكل كبير جدا على سبيل الاستعداد والتجهيز والمعسكرات والامكانيات والى اخره. وحتى يمكن كابتن ربيع لما سافر تونس بدري كان لتعويض الماتشات اللي ما سمحش ليه ان هو يلعبها استعدادا لبطوله مهمه زي دي، وجاءت الرياح زي ما بيقولوا بما لا تشتهي السفن واصابه المنتخب المصري. لكن خليني اقول لحضراتكم، وبالمناسبه ده مش شيء مبالغ فيه ولا شيء خيالي، فكره انه المنتخب لما يكون بيعاني من ظروف صعبه وبيخوض بطوله دوليه فيها منافسين اقوياء ان هو يتجاوزها، لا. يعني بتذكر مثلا، مش عارف ليه افتكرت الحاله دي النهارده واحنا بنحضر الحلقه ساره. 92 كانت بطوله الامم الاوروبيه. 92 اه ماشي. طب خلينا نشوف ده بس. طيب. معانا طبعا استاذ او كابتن عصام عبد الفتاح المشرف على الحكام باتحاد شمال افريقيا لكره القدم، وهو طبعا مع طبعا من تونس مع المنتخب بتاعنا برفقه المنتخب. برحب بيك يا فندم في برنامج السادسه. اهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهديك الكرام. يا فندم احنا دلوقتي الصوره كده واضحه لنا انه خلاص طبعا اللعيبه هتكمل مشوار البطوله والمباراه اللي جايه مع تونس، وهيتم باذن الله يكون في لاعبين من لمنتخب مصر هيجوا عشان يكملوا القايمه بكره ان شاء الله. صحيح، ان شاء الله في 2 لاعبين هيكونوا موجودين منتخب مصر بكره، جايين بكره ان شاء الله. و يعني كان قرار رائع الحقيقه، يعني انا حتى في البدايه لما كان قرار الطائره الخاصه اللي هتيجي وتاخد المنتخب انا الحقيقه كنت ضد ده، كنت مع اللاعبين في قرارهم ان هم يستكملوا البطوله، لان فتره كبيره من الاستعدادات، وايضا مش هنتكلم على المبالغ الماليه اللي تم صرفها، لا بنتكلم على استعدادات الاولاد دول وطموحهم وان هم لازم نحافظ على هذا الطموح لاخر لحظه وان احنا نشارك. فاعتقد العوده الى هذا القرار هو القرار الصحيح الحقيقه ان احنا نستمر، وان شاء الله ما زالت الفرصه قدامنا. يعني معلش ممكن حضرتك تطمني اكتر بس على الحاله المعنويه للعيبه، يعني الفتره دي اكيد حضرتك قريب وشايف ده بعينك، هم دلوقتي حالتهم المعنويه عامله ازاي قبل مباراه تونس؟ لا والله الحاله المعنويه رائعه، وده شفناه من الفيديو حتى اللي هم عملوه بعد ما طلع قرار ان هم يرجعوا مصر، الفيديو اللي عملوه ان هم عاوزين يكملوا، فده بيدل ان هم عندهم معنويات كبيره، عندهم روح القتال روح الحماس ان هم يستمروا في البطوله، وان شاء الله يعني يكونوا موجودين بشكل رائع. طبعا المباراه هتكون صعبه مع فريق تونس طبعا المنظم للبطوله، ولكن ان شاء الله دايما المصري في المواقف صعبه بالجديد. كابتن عصام، يعني سؤالي اللي جاي لحضرتك طبعا لو في معلومه مباشره يا ريت نعرفها من حضرتك، واذا ما كانش في معلومه واضحه يهمني اسمع وجهه نظرك. قرار استدعاء 2 من لعيبه المنتخب عشان يكملوا قائمه منتخب مصر ويبقى عندنا القدره ان احنا نكمل البطوله حتى لو خسرنا ماتش ما لعبناهوش، ليه ما حصلش بدري شويه؟ يعني ليه ما حصلش بعد اجراء المسحه الاولى واكتشاف اصابه 17 لاعب؟ لان المسحه الاولى الحقيقه كان قبل المسحه الاولى اللي ظهر فيها ال 18 بمفهوم الكابتن ربيع ياسين كانت قبل الماتش الاول بيومين. فكان من الصعب ان احنا نستدعي 2 الحقيقه، كان هيبقى صعب جدا، ازاي ياخدوا تاشيره ثم تذاكر طيران ثم ثم ثم، كان هيكون صعب للامانه. يعني ما هي كابتن عصام، يعني احنا لغايه امبارح المسحه الثانيه اتفضل، احنا لغايه امبارح بالليل كان المفترض انه بعثه المنتخب هترجع النهارده، يعني كان المفترض ان دكتور اشرف صبحي بيقول انه في طياره خاصه هتروح تجيب اللعيبه وترجعهم مصر، وتم التنسيق بالفعل مع وزاره الطيران ومع وزاره الصحه
عشان نستقبل ولادنا. وبالتالي احنا بنتكلم في فصل زمني تقريبا يكاد يكون يعني هو 48 ساعة. السؤال هنا اللي ممكن حد يسأله، ليه ما تحركناش بدري شوية؟ كان ممكن، كان في إمكانية على أقل تقدير، حتى لو مش هنلحق ماتش ليبيا، يبقى على الأقل الولاد جاهزين إن هم أو عارفين إن هم هيكملوا البطولة، حالة التركيز وحالة الاستعداد للماتشات تبقى في 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 قمتها. لكن هنرجع، لا مش هنرجع، لا طيارة خاصة، لا إحنا مكملين. ده في حد ذاته أعتقد على الأقل من الناحية المعنوية ممكن يعني يأثر على تركيز اللعيبة. يعني انا 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 متفق معاك، ولكن ده قرار يعني قرار وزاره وقرار اتحاد الكوره. يعني انا ما اعرفش طبعا الظروف ايه اللي خدوا فيه القرار، ولكن في النهايه انا مع ان احنا نستمر في البطوله، وهو ده كان القرار الاصوب والقرار الافضل، ان احنا نستمر حتى لو هيكون عندنا عدد من الفريق مش هيكمل البطوله لفتره معينه. ولكن ايا كان القرار وزي اتاخد، وطبعا انت عارف ان احنا كمان ان كل الفرقه جت تقريبا قبل البطوله بيومين، مظبوط، من 13 البطوله بدات امبارح 15، احنا رحنا قبلها بفتره كبيره، ما اعرفش ده كان صح او غلط او ده كان ليه تاثير على عدد المصابين او لا، ولكن في النهايه خلينا نتكلم عن المعطيات والظروف الموجوده الان، وان بكره ان شاء الله هيكون في 2 لعيبه وده هيكملوا طبعا. حضرتك على تواصل مع الجهاز الفني يا كابتن عصام؟ انا تواصل مع البعثة على طول الحقيقه، مع الجهاز الاداري، وبعرف كمان من اللجنه المنظمه كل شيء، لان انت زي ما حضرتك عارف ان احنا بعداء الحكام، احنا قاعدين في فندق بعيد عن اللاعبين. ايوه. عن او كل الوفود يعني، ولكن انا على اتصال دائم باللجنه المنظمه وبالاداري المنتخب، بتمرن عليهم يعني. وان شاء الله في مسحه كمان اتعملت اليوم، اعتقد نتيجتها هتظهر بالليل، وان شاء الله يكون في عدد كبير ان شاء الله من اللعيبه المصريين باذن الله، ودعائنا كلنا ليهم بالشفاء، ان طبعا في عدد كمان كبير يكون نيجاتيف ان شاء الله ان شاء الله. كنت عايزه اسال حضرتك، هل الجانب المصري او ان احنا يعني لينا حق ان احنا نتظلم على نتيجه مباراه ليبيا اللي خلاص احنا معتبرين ان احنا خسرانينها 3-0، ولا بالنسبه لقواعد الكاف لا ما فيش الكلام ده خلاص كده الموضوع ده انتهى؟ والله مش ممكن تتعادل المباراه. يعني هي اللائحه، هي اللائحه الحقيقه مكشفه الحقيقه، لان احنا بنقول بنعمل لائحه بنحدد فيها عدد لاعبين على اساس لو ان احنا ناخد العدد الاقل، بمعنى مش العدد الاكثر. يعني اللوائح بتشجع وتشجع الفرع ان هي تلعب اثناء هذه الجائحه، ولما يكون في لعيب عنده عدد معين يلعب، والقانون وكمان اللائحه ضد القانون، قانون كره القدم انت ممكن تلعب 7 لاعبين فقط في الملعب وحارس مرمى، يعني اذا احنا عندنا كان عندنا 11 لاعب و3 احتياطي، وكمان في هذه البطوله استخدام 3 تبديلات فقط مش 5 زي المعتاد في العالم كله. فاذا اللائحه الحقيقه يعني شويه تعسفيه صادق يعني، ولكن في النهايه اتنفذت اللائحه، ولكن ما زال الامل كبير، لان احنا 5 دول مشاركين هيصعد الاول والثاني، فاذا ما زالت الفرصه والامل موجود. طب بعيدا كابتن عصام، بعيدا كابتن عصام عن الفرصه، يعني احنا شفنا في بطولات الانديه على مستوى الانديه انه في وسط ظروف قهريه من الممكن انه نظام بطوله يتغير. يعني شفنا الكونفدراليه مثلا لما كان في مشكله كورونا وكان في صعوبه في استكمال البطوله، عملنا دور قبل النهائي والنهائي على عكس النظام اللي كان محطوط من بدايه المسابقه، عملناهم بطوله مجمعه واتلعبوا في المغرب وخلصت البطوله. لما شفنا في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا فرقه الرجاء كان فيها عدد كبير جدا من قوام، انا مش متذكر الرقم بس يمكن بنتكلم على 14 لعيب مثلا كانوا اصيبوا بكورونا، فاضطر الاتحاد الافريقي انه ياجل المباراه لفتره طويله، وترتب عليها كمان تاجيل المباراه النهائيه لدوري الابطال. هل مش ممكن ده ينطبق يعني نفس الفكره ونفس المنطق ينطبق كمان على مواجهه المنتخب المصري، وانه ماتش ليبيا اللي ما لعبناهوش في الاول من الممكن انه يتعدل او يتاخر مثلا، بحيث ان احنا يبقى عندنا امكانيه ان احنا نلعبه بعد ماتش تونس والجزائر؟ انا كنت يعني مع هذا الراي اللي حضرتك بتقوله، ان احنا بنتكلم على شباب، على لعيبه بنحاول نشجعها ان هم يكون لهم مستقبل مشرق. يعني كان هو نقطه ليه لا ان احنا كنا ناجل هذه المباراه بعد نهايه البطوله ويلعبوا يوم بعدها بيومين، ما فيش مشكله على فكره، كان بنشجع اقامه البطولات والتجمعات في مثل هذه الظروف اللي بيعيشها العالم. وزي ما حضرتك قلت ان في بعض المباريات في بطوله الكونفدراليه وفي بطوله ابطال الدوري اتأجلت،
وتأجلت لفترات طويلة. فليه ما كانش التعامل بالمثل؟ يعني أنا كنت مع ده طبعا، ولكن في النهاية إحنا أمام لائحة واتطبقت بشكل قاسي جدا. فخلينا ننزل المستقبل وإن شاء الله نقف مع منتخبنا ونشجعهم، وإن شاء الله يكونوا موجودين إن شاء الله في موريتانيا في إن شاء الله الحياة. إن شاء الله عندنا أمل كبير في رجالتنا وقد المسؤولية إن شاء الله. أخيرا أطمن حضرتك على حالة كابتن ربيع، لأنه إحنا عرفنا كمان إنه كابتن ربيع اتنقل للمستشفى، نطمن على حالته الصحية، وهل بالفعل خبر عودته لمصر لتلقي أو مواصلة العلاج في مصر خبر مؤكد ولا لا؟ والله كابتن ربيع يمكن بيتلقى العلاج بشكل مكثف، ولكن ان شاء الله بكره باذن الله اطمنكم، لان الامور لسه هنشوف النهارده ايه الحاله وصلت ايه، لكن بكره اطمنكم بشكل كبير على كابتن ربيع، وان شاء الله باذن الله بندعو له الشفاء هو وباقي اللاعبين، اكيد وإن طبعا شاء الله يكون طبعا موجود معانا ويكمل البطوله مع الفريق باذن الله. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح على التواصل معنا وتوضيح ده اخر تطورات والموقف من تونس على الارض. وطبعا بنكرر طبعا تمنياتنا بالسلامه لكل لاعبتنا ولكابتن ربيع ياسين.